رغم أنها تعتبر محايدة ومحمية بموجب القانون الدولي، إلا أن منشآت الأونروا وموظفيها لا يزالون يتعرضون للاستهداف في غزة، وأخرها قصف إسرائيلي على مدرسة راح ضحيته 6 من موظفيها، ليعود الجدل حول هذه الوكالة الأممية مرة أخرى. فما الذي نعرفه عن الأونروا؟ ولماذا تثير كل هذا الجدل منذ اليوم الأول للحرب؟ الأونروا اختصار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين، تعد بمثابة شريان الحياة للاجئين الفلسطينيين، وخاصة حالياً لمليوني فلسطيني في قطاع غزة. تأسست تزامناً مع النكبة الفلسطينية، وتحديداً عام 1949. تقدم الأونروا المساعدة لحوالي 5 ملايين لاجئ فلسطيني في مجال التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والبنية التحتية في الأردن ولبنان وسوريا ومناطق في فلسطين، وخدمت حتى الآن 4 أجيال من الفلسطينيين. وفي غزة على وجه التحديد، تعد هذه الوكالة الأممية المساند الأساسي لأهالي القطاع. ولكن خلال الحرب المتواصلة منذ 11 شهراً، واجهت الأونروا اتهامات بارتباط عدد من موظفيها بهجوم 7 أكتوبر، ما دفع عدة دول من بينها أمريكا وكندا وأستراليا لتعليق التمويل لها، وهو ما هدد بمفاقمة معاناة الغزيين الذين يعتمدون عليها، لتعود بعض الدول لاحقاً وتلغي قرار تعليق التمويل.